بونجور تو الموند دي بيانفيني دال نوفيل فيديو معكم صوفيا الكميري فيديو جديد. بالنسبه لهذا الفيديو قررت غنديروا التتمه ديال الشيمي اورغاني. وصلنا للبارتي الثانيه اللي هي ستيريوشيمي. بعد ما شفنا النوموكلاتور داك الشيء غندخلوا ستيريوشيمي. بالنسبه ستيريوشيمي كتكون عندنا يا كخام يا نيومان يا فيشر، ولكن الاكثريه اللي كيركزوا عليهم بزاف هو نيومان وفيشر. ضروري ماشي اكزام ما يمكنش ما تلقاش نيومان وفيشر. كخام فهو كما كتقولوا بحال التكميله ديال نيومان وفيشر. كخام يعني كنشوفوا غير شي حوايج باش نحاولوا نقادوا نيومان وفيشر. المهم غنبداو بريزونطاسيون دو كخام. بريزونطاسيون دو كخام تقدر مثلا تسمى حتى لو بروجيكتيف. بروجيكتيف يعني عندها يا اما كخام يا بروجيكتيف. بور ريبريزونتي لو اون موليكول كونتينون ان كربون هيبريدي اس بي 3. الا بغينا نديروها يعني ريبريزونتي شي موليكول اون كرام خاصها تكون هيبريدي اس بي 3 ياك. فوالا باغ اكزومبل خدينا هذا المثال هاو، يعني هذه هي ريبريزونطاسيون دو كرام. ريبريزونطاسيون دو كرام كتمثل على هذا الشكل بحال هذا الشكل. يعني شنو كنقصدوا بهذه؟ هذه ها هي كتكون دون لو بلون، يعني الرابطه في المستوى، كتكون في المستوى. وهذه ان اريير دو بلون يعني الرابطه التي كتنتمي الى الوراء كتمثل بخطوط متقطعه على هذا الشكل، والرابطه التي يعني تنتمي الى الامام كتمثل بهذا تريونكل بلون. يعني هذا هو الشكل ديال كرام. غادي نحاولوا ناخذوا لي زيكزامبل باش تفهموا. لي زيكزامبل مثلا ديال سي اش 4. سي اش 4 كيفاش مثلنا سي اش 4؟ مثلا عندنا لوبسيرفاتور مريح هنا، يعني جالس هنا. لوبسيرفاتور كيشوف لنا واحد الرابطه، واحد جوج روابط كيشوفوا منا دون لو بلون اللي هما في المستوى اللي هادي وهادي. يعني كان عندي داك الرسم ديالو كيفاش غنوريكم الشكل ديالو حتى في الاخر نوري لكم. المهم هنا كيشوف لنا جوج ديال الروابط في لو بلون، وعندنا رابطه نحو الوراء اللي هي هذه متمثله بخطوط متقطعه، ورابطه نحو الامام اللي هي متمثله تريونغل بلون. ونشوفوا ليكزامبل الثاني. يعني يقدر مثلا سي اش 4 يقدر مثلا يكون عندنا يعني كربون واحد، يقدر يكون عندنا جوج ديال الكربون في كخام. عندنا المثال الثاني هو سي 2 اش 6. سي 2 اش 6 يعني شدينا غير هذه، شدينا هذه ودرنا معاها واحدة اخرى كتشبه ليها ولاصقناهم، هي هذه. يعني باش كدير كربون مع كربون كتحيد اش، يعني هذاك الشيء علاش درنا هنايا تحيد اش من هذه ومن هذه. فوالا هذه هي تمثيل ديال كخام. يعني الشكل ديالها راه ساهل، ويعني الاكثريه كطلب يعني هذه غير كتحفيز انك يعني باش كتبين لك كيفاش شنو كتعني هذه، شنو كتعني هذه وشنو هادو. خاصكم تعرفوهم ضروري هادو. هادو ها هما دون لو بلون اون غير ضروري حيت غنحتاجوهم في نيومان بزاف. يعني الشكل ديال الكخام بحال هكا. يعني مثلا لوبسيرفاتور ها هو كيوقف هنا ياك، اشنو كيشوف؟ يعني كيشوف هادي هاد تريونغل هو دون بلون، يعني كيشوف واحد الجوج د الروابط ها هما كيشوفهم هادي وهادي كيشوفهم يعني فهما يعني في المستوى، وكيشوف واحد الرابطه في الوراء اللي هي اون اغيغ دو بلون، هي الخطوط المتقطعه هي هادي اللي بالصفر. يعني هذا هو الشكل ديال غوبريزونطاسيون دو كخام. الفيديو الجاي ان شاء الله غندير ريبريزونطاسيون ديال نيومان، ولي مهمه ومهمه بزاف. يعني كنعاود ناكد هي وفيشر حاولوا تضبطوهم مزيان. وبون كوراج.